استقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى استعدادا لأول أيام التشريق، هذا وتعمل الجهات المعنية على انسيابية حركة الحجاج في جسر الجمرات مع تطبيق خطط وتدابير وقائية مكثفة لرمي الحجاج للجمرات الثلاث بيسر وسهولة، كما تم تفويج الحجاج من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات وفق خطط التفويج المعدة مسبقا. وأيضا من منشأة الجمرات مراسل الحدث أسامة القاسم ينضم إلينا في متابعة للحجيج. إذا كنا نتابع مواصلة الحجاج برمي الجمرات، ما هي الخطوات المتبقية للحجاج أسامة لإنهاء فرائضهم ومناسك الحج؟ في الحقيقة هذه المنشأة العملاقة تستقبل ما يزيد عن 500 ألف حاج في الساعة الواحدة، وهذه ساعة تقديرية بين أن الأعداد تكون أقل من ذلك بكثير. يستمر الحجاج اليوم في رمي الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى كذلك كالمرحلة قبل الأخيرة من انتهاء النسك الأكبر. النسك الأكبر ينتهي غدا مع رمي الجمرات للمتعجلين، وغالبية الحجاج تقريبا حسب إحصاءات الوزارة أنها تقريبا تمثل 85% من الحملات المتواجدة الآن في المشاعر المقدسة هي حملات متعجلة، ما يعني أنهم سيغادرون مكة المكرمة في منتصف الليل الغد بحول الله تعالى، أما البقية فسيغادرون في صبيحة اليوم 13 من شهر ذي الحجة بعد يومين. هذه الأعداد الكبيرة اليوم تواكبهم أيضا العديد من الخدمات، تواكب هذه المرحلة الكبيرة في مسألة أداء العبادات وما إلى ذلك. هم يبدأون في الوصول إلى هنا من تقريبا ساعات الصباح الأولى إلى ساعات الزوال، وبالتالي نحن نتحدث عن أعداد لا تتجاوز 200 ألف إلى 300 ألف الساعة الواحدة، وهذا يعني أنهم يأتون على منتصف القدرة الاستيعابية لهذه المنشأة، وهذا يعزز اليوم تواجدا أمنيا كثيفا في مسألة إدخالهم من منطقة وإخراجهم من منطقة أخرى حتى لا يتدافعوا ولا تتكدسوا في مناطق معينة، وكذلك ليأخذوا راحتهم في مسألة رمي الجمرات، وأيضا يأخذوا راحتهم كذلك في أداء النسك بكل يسر وسهولة ومنطقة أيضا للعبادة في حال كانوا يريدون الدعاء والتجليات وما إلى ذلك. الخطة الأمنية في الجمرات مختلفة تماما عن الخطة الأمنية المتواجدة في المشاعر المقدسة، فهي تقتضي بشكل كبير على مسألة إدخالهم من منشأة الجمرات مباشرة من أبواب الأدوار السبعة للجمرات، وإخراجهم من الخارج مباشرة إلى إسكانهم دون المرور بالجمرات مرة أخرى حتى لا يتعرضوا لتدافع أو لا تكون هناك حملات ذاهبة وآتية في نفس الفترة، وتكون حتى هناك في طبائع لبعض الحجاج يعتقدون أنهم إذا ذهبوا إلى منطقة لابد أن يعودوا إليها منطقة مرة أخرى. أسامة، في سياق ما تفضلت به، هل تم تسجيل أي حالات إجهاد أو توعك خاصة نظرا لارتفاع درجة الحرارة والعدد الكبير من الحجاج؟ كيف يتم التعامل معهم في حال دعينا نتحدث ابتداء بصراحة أن المنشأة أولا بكافة أدوارها هي منشأة مكيفة، وبالتالي حالات الإصابات التي يتم رصدها وتسجيلها في هذه المنطقة هي حالات نادرة جدا، إنما الحالات التي يتم رصدها هي الحالات التي تكون خارجة من إسكانهم حينما يأتون إلى منشأة الجمرات، وأتحدث بالتحديد عن المخيمات البعيدة عن منشأة الجمرات بما يزيد عن مثلا كيلو كيلو ونصف. هذه الحملات التي تأتي في هذا الوقت وأيضا تقتضي أن تأتي في وقت تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة، فمثلا لو أتت حملة في الساعة السابعة صباحا إلى الساعة التاسعة صباحا لن تكون فيها حالات كثيرة، على العكس تماما لو جاءت حملة من مكان بعيد عن الجمرات وفي فترة ما فترة الساعة الحادية عشر صباحا إلى السابعة إلى الساعة الرابعة عصرا، فهذه مهيئة بشكل كبير لأن تكون فيها إصابات كثيرة. بيد أن الفرق الإسعافية اليوم متواجدة هنا في جسر الجمرات وأيضا متواجدة خارج جسر لاستقبال الحالات قبل أن تصل حتى، وأيضا على جميع الطرقات المؤدية إلى هنا في جسر الجمرات، لكن حتى الآن تقريبا عدد الحالات التي تم تسجيلها لا تتجاوز 100 حالة، لأننا ما زلنا لم ندخل بعد في ذروة ارتفاع درجات الحرارة الساعات القادمة، في حال كانت هناك طلائع جديدة ستأتي إلى منشأة الجمرات بالتأكيد أنه سيتم تسجيل حالات إضافية. في الأمس تقريبا تم تسجيل ما يزيد عن 2000 حالة في المشاعر المقدسة بشكل عام، وتقريبا هي نفس الأعداد أو أقل بقليل سوف يتم تسجيلها في هذا اليوم. أسامة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات وهذه المرافقة لنا من منشأة الجمرات، مراسل الحدث الزميل أسامة القاسم.